السؤال بتاعك عن إبرة الظهر، صح؟ طبعا السؤال ده انا بسأله في اليوم اتليست 5 إلى 8 مرات، كويس؟ نرجع نقول انا لو جيت بدري، يعني ايه جيت بدري؟ اضطريت ادخل المستشفى عشان المية نزلت مثلا وانا 2 سنتي والقلم شد عليا، خلاص اخد إبرة الظهر. انا ما جاي اتعذب، احنا جايين تو انجوي الولاده ونعمل ميموريز حلوه، صح الكلام؟ كويس. لكن لو انا جيت لقيت نفسي الحمد لله رب العالمين كنت عامله السكواتنج والتمارين والباتر فلاي والبرينيال مساج والحاجات الحلوه اللي احنا عايزين نعملها من 34 اسبوع، انت دلوقتي وصلتي 38 اسبوع، صح الكلام؟ وزن البيبي بسم الله ما شاء الله حلو جدا، 2.7، قولي ساعه الولاده هيبقى بلس اور ماينس 3 كيلو، يعني افريج ممتاز، صح؟ لو انت جيتي وانت لقيتي نفسك 7 سنتي مثلا زي ما بيحصل مع كتير جدا من الناس اللي بتعمل الاكسرسايز، خلاص ايه اللي هيخليكي تاخدي ابره الظهر؟ مش من مصلحتك انت، ممكن تاخديها. بصي ابره الظهر بتتاخد في اي وقت، انت حره، لكن نعم فوق ال 4 سنتي ده الكلام اللي الناس بتقوله 4 سنتي، انت فهمتيني؟ الفكره مش في كده، الفكره في ان انا محتاجاها ولا انا مش محتاجاها، انا اللي حدد بقى وانا بولد. يعني في ناس تقولي لا 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 انا عمري ما هاخدها، اقول لها ما تقوليش عمري، فهمتي قصدي؟ احنا نيجي الولاده ونشوف نفسنا. انا جيت لقيت نفسي 2 سنتي والالم انا ما متحملاه في 2 سنتي، هتحمله بقى في 7 و8 سنتي؟ اكيد لا، كويس. وساعه ما هي بتوصل 9 سنتي ل 10 سنتي انا بوقف الابره عشان عايزاها تحس معايا، عشان ما اضطرش ان انا اشفط البيبي ولا مده الولاده ايه تطول والبيبي جوه. طب ليه؟ فاهماني؟ يعني لما بناخد ابره الظهر المده بتاعه الولاده بتطول علينا شويه، خلاص، بدل مثلا ما كنت هتولدي في 4 ساعات هتولدي في 6، خلاص، فمده الولاده بتطول، واحتمال ان انا اشفط البيبي لان انت مش قادره تدفي معايا تحت اي ظرف من الظروف. احنا بنتكلم براكتيكال، يعني نتكلم براكتيكال على الارض الواقع اللي انا بشوفه، خلاص. وقد يكون بعض الناس يقول لك لا احنا الكلام ده ما بيحصلش معانا، لكن انا ده اللي انا بشوفه على ارض الواقع كل يوم، خلاص. ان انا باجي اقول لها دفي وهي اخده ابره الظهر تقول لي مش قادره، اصل انا مش حاسه بطلب، انا مش حاسه حاجه، فاهمه؟ فبضطر بقى ان انا اتدخل، فبتحتاج اكتر ان انا اعمل ايه، اشفط البيبي بالفاكيوم او ان انا افتح علشان انزل البيبي او اعتبر بقى اذا اي تدخل يعني، واحنا ماشيين في سكه الولاده الطبيعيه، فهمتي قصدي؟ يبقى انت من حقك تاخدي ابره الظهر في اي وقت، خلاص. نمره 1، نمره اي وقت حتى 8 سنتي وعايزه ابره الظهر خديها، انت حره براحتك، خلاص. ولكن هي الفكره كلها ان تفهمي كويس جدا انها هتطول لك الحبه اللي فاضلين في الولاده، اذا كنت انت هتولدي بعد ساعتين هتولدي بعد 4، فانت بقى ومزاجك، خلاص. وان في احتمالات للتدخل الطبي في حاله ان انت ما عرفتيش تدفي وقت خروج الراس. ادي كل القصه. في سؤال تاني في ليه علاقه بالابره؟ لا. ليه علاقه بالولاده؟ عندك سؤال تاني ليه علاقه بالولاده؟ تمام.